السلام عليكم. اليوم عندنا حالة تشافي من مرض السكر. الأخ والده كان عنده سكري بيوصل 350 باستخدام فطر الريشي والسبيرولينا نزل السكر. نتحول عنده خليه هو يكلمنا عن الموضوع. طبعا أنا فضل. عمر خير من سوريا الحمد لله بفضل الله. كان الوالد معه السكر تقريبا يصل ل 350-400 الحمد لله. بعد ما تعرفنا على الدي اكس ان وأنا بنصح كل شخص مريض يجي يتعالج وياخذ هاي مكملات غذائية من فريق المهندس والدكتور رسم الصحناوي. أخذنا نحن مسحوق الفطر الريشي والسبيرولينا اللي كانت الحمد لله رب العالمين هي السبب الأول طبعا بعد فضل الله بالتشافي والتعافي الحمد لله. وهلق وصل السكر مع الوالد لحد من 90-120 طبيعي ولعد ما عاد أصلا احتجنا لجهاز فحص السكر بالبيت. ولما رأى على الدكتور الحمد لله رب العالمين قال له أنه السكر رجع عندك طبيعي له أكثر من سنة. وهلق نحن عم ناخذه يعني تأكيد بس للوحدة للأطمئنان فقط. وأنا بنصح أي شخص يجي على الدي إكس أن. شكرا. زي ما سمعنا من الأستاذ هون السبيرولينا فطر الريشي طبعا منتجات شركة دي اكس ان. هو بيحكي عن الاستمرارية. صراحة استمرارية في أخذ المنتجات شيء مهم جدا. زي ما انتم شايفين احنا في دي اكس ان الشارقة اليوم نسلم عليكم ونشوفكم بكرة. كل يوم عندنا فيديو وإذا مش كل يوم كل يومين. سامحونا على التأخير. شكرا أستاذ. شكرا يعطيك العافية. شكرا.